هناك قوى اعتدال احنا منها، وهناك قوى تطرف داعش وغير داعش هي منها، والميليشيات هي جزء منها. لهذا مع فارق بين ذولا وذولا. من هم زملاء الدكتور اياد علاوي بهذا المشروع عراقيين؟ والله هواي الحقيقه كثيرين يعني مع هذا من هم؟ مع هذا يعني ما يعني موجودين، موجود هيئه علماء المسلمين، موجوده قوى سياسيه. وانا هذا بالمناسبه انا طرحته في اجتماعات الرئاسه هيئه علماء المسلمين في اجتماعات الرئاسات. من هي الاطراف الاخرى دكتور غير الهيئه؟ اطراف اخرى يعني المجلس منا، المجلس منا الصدريين، ما صارت مفاتحه ويعمل يعني الكراد منا يعني اكو الاحزاب الكرديه، الاحزاب اليساريه، يعني اكو اطراف كثيره عراقيه واطراف عربيه.